السلام عليكم ورحمة الله. يتجدد اللقاء بكم أعزائي المشاهدين من مدينة عدن. اليوم معنا لقاء حصري وهام. نلتقي اليوم بمدير مكتب التربية محافظة عدن الأستاذ سالم مغلس للوقوف على وضع التربية والتعليم في هذه الفترة، وخاصة أن العام الدراسي الجديد سيكون مباشرة بعد العيد. مرحبا بك أستاذ سالم، شاكرين لك استضافتنا اليوم في مكتبك، وإن شاء الله يكون صدرك رحب لأسئلتنا واستفساراتنا التي هي منقولة من الشارع، من المواطنين، من أولياء الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. عدن فيها تقريبا 148 مدرسة، ومنها تعرض تدمير كامل، حدود 5 إلى 8 مدارس تقريبا، وهناك مدارس لم نستطع الوصول لها بسبب الألغام. بقية المدارس أيضا كان فيها تدمير جزئي، والبعض الآخر كان فيها نازحين. يعني جميع مدارسنا تعرضت للتدمير والتشريح أيضا بسبب النازحين الموجودين فيها. يعني الآن 148 مدرسة أو أقل من ناقص 8 مدارس يحتاج إلى إعادة ترميم، صيانة وإعادة تأهيل كل المدارس، حتى الآثاث اللي فيها شليحت كلها كامل. فالآن احنا الآن عملنا على رصد هذه المدارس، وحددنا الجزئي والكلي، وحددنا أيضا النازحين، وعملنا الآن اتفاقية مع الهلال الأحمر بحيث أنه يعاد ترميم وصيات المدارس خلال فترة 2 إلى 3 أسابيع إلى منتصف أكتوبر، تكون قد مدارسنا جميعها قد رممت يعني. وجلوسنا أيضا مع الإخوة الإماراتيين، الهلال الأحمر الإماراتي، يعني أبدو استعدادهم على أساس الإصلاح وإعادة تأهيل وتوفير كافة المستلزمات التعليمية من الألف إلى الياء يعني لمحافظة عدن. فأتت الطلاب وأتت المدرسين، المختبرات، الكمبيوترات، كل ما يتعلق بالعمل التعليمي بيكون موجود، يعني بيوفروا الوسائل. يعني الحمد لله كانوا متفاهمين ومتفاعلين معنا في هذه الجوانب، فالحمد لله. يعني نقول انه بتكون مدارسنا افضل من اول. فهناك مشكلاتنا اللي هي بعض المدارس اللي لم نستطع ان نخرج النازحين فيها. يعني تقريبا حاولنا مدراء التربيه في المديريات استطاعوا ان يخرجوا ما استطاعوا خروج النازحين، وهناك بعض المدارس يعني بقى النازحين فيها تقريبا كمان. يعني معنا في المنصوره والشيخ ودار سعد، في كل تقريبا من 4 إلى 5 مدارس تقريبا في كل مديريه. لكن المنصوره تقريبا بدات تتقلص الان، بدات تخرج يعني اقل من ودار سعد. مشكلتنا ايضا برضه في نزوح غير عادي داخلها، خاصة يعني النزوح في الشيخ عثمان والدار سعد المهمشين بشكل كبير جدا، وهم الصعوبة أن يخرجون بسهولة من داخلها. والله نحن الآن نحن السلطة المحلية تكلمناها وعلى أساس بيساعدونا في خروجها، بنعم نستخدم كافة الوسائل، ممكن نوفر أدوات مواصلات لخروجهم من المكان هذا، توفير السلة الغذائية ممكن نوفر إذا كان تطلب ذلك. يعني بنعمل المستحيل بالنسبة لإعادة هذه المدارس، لأن إعادتها لازم أيضا إعادة تأهيلها وترميمها من جديد، فلابد خروج هؤلاء الناس. نحن طبعا الآن عشان الموضوع يعني يكون في أهمية للعملية التعليمية، حددنا أنه في 1 سبتمبر كان حضور الإدارة المدرسية وهي تدرس، وفعلا طبعا هي التدريس الإدارة المدرسية كانت موجودة من قبل هذا التاريخ. يعني ساعدتنا كثير هذه الإدارة المدرسية في عملت نظافة المدرسة، وفي أيضا ساهمت معنا في أيضا إخراج نازحين. وجود الإدارة المدرسية كان وجودها طيب يعني بالنسبة لنا. بس في مدارس كانت فيها نازحة، في مدارس مدمرة، في كانوا يعني لا كانوا يحاولوا يأتوا عشان يحاوروا لخروج النازحين، وهذا فبعض الأحيان حتى كانوا النازحين يمنعوا إدارة المدرسة للدخول المال، لكن كان في تفهم من قبل إدارة المدرسة إنه لازم يعملوا محاولات لإخراج النازحين. فعلا استطعنا خروج العديد من المدارس من النازحين فيها.
طبعا حددنا 13 سبتمبر على اساس انه هذا اليوم يوم اعاده الطلاب المدارس. سبتمبر 13 سبتمبر. طبعا حددنا هذا طبعا قريب من فتره العيد ما بين 13 و الغرض منه هذا طبعا احنا اشعار للي داخل والخارج من النازحين انه شوفوا الان الدراسه بدات. وفعلا يعني لاقينا استجابه من قبل الاهالي او اولياء الامور انه بداوا يرجعوا اللي خارج المحافظه في داخل الجمهوريه رجعوا بيرجعوا طبعا في خلال العيد يكونوا هنا او بعد العيد، والذي خارج الوطن ايضا اتصالات. يعني المهم انه هي اشعار للجميع انه بتكون العمليه جاده بعد العيد ان شاء الله. وحددنا ذلك ايضا تاريخ 17/10 بيكون امتحانات الصف التاسع، وهذه طبعا ما بين العيد وهذا بحدود اسبوعين اعطينا فرصه بانه يكون هناك مراجعه للدروس، وايضا اللي هو خارج يرجع على طول. يعني اول يوم دوام اول يوم من اول يوم دوام بعد العيد. ايوه بيكون تاريخ 10 تقريبا ان شاء الله بيكون انا 10 قبل هذا 1/10 بيكون 1/10 اول يوم دراسي جديد. اول بعد اول يوم بعد العيد يعني مباشرة. ايوه مباشرة ايوه ايوه ايوه, أيوة. امتحانات التاسع والثالث وبعدين امتحانات التاسع و17 17 10 17 10 بيكون امتحان تاسع. والثانويه؟ والثانويه في 1 نوفمبر. 1 نوفمبر. طب كيف بتكون العمليه؟ طبعا احنا مقدرين العمليه. كثير من ما فيش اسره في عدن الا وتضررت من هذه الحرب. ونحن خاصه في التربيه والتعليم معنا مدرسين معنا طلاب شاركوا في الجبهه. منهم الشهيد، منهم الجريح، منهم النازح، وايضا ظلت الايام في ذيك الفتره ايضا لا يوجد كهرباء، لا يوجد ماء، لا يوجد غذاء. يعني ظروف قاسيه مرت على المواطن في عدن، ومن بينها الطالب والمعلم. فلهذا نحن ايضا حريصين على اساس انه الامتحانات تكون يعني معقوله، يعني ان شاء الله يعني ما بتكونش قاسيه. ونريد ايضا حددنا الدروس اللي هي كلها دروس الفصل الاول اللي درسوه في، لانه الفصل الثاني لم يتعلموا الطلاب في العام الماضي. حددنا اللي درسوا في الفصل الاول هو بيكون امتحاناتهم بالنسبه لصف تاسع وصف ثالث ثانوي. يعني المذاكره بتكون سهله جدا، وايضا وضع الاسئله بتكون يعني ان شاء الله مراعاه فيها. وهذا نعتبره ان شاء الله بلغنا الواضعين الاسئله انه يكونوا ايضا هذه تعتبر يعني هديه لابنائنا، وايضا قد تكون هذه بدايه ايضا لعدم الغش. وايضا اتخذنا قرار انه يكون الامتحانات في داخل المدرسه، والمشرف عليها والمراقبين هم مدرسي المدرسه ومدير المدرسه. يعني ما عاد نجيبش حد خارج المدرسه يجي يراقب طلابنا، بيتحمل مسؤوليه المدرسه نفسها. معناته ان شاء الله يعني تتحسن الاوضاع وتتحسن العمليه التعليميه، ونحن مؤملين يعني تتغير الامور كثيره، لانه كفايه يعني فترات طويله ما تعلم الابناء. واهم شيء تغيير واقع الامه لابد من التعليم هو الاساس في كل شيء. طيب بالنسبه للفتره من بدايه العام الدراسي الجديد الى موعد الامتحانات سواء التاسع او الثاني، هل بيتم مراجعه بعض الدروس المتبقيه او بيتم بعض؟ طبعا هي 10 ايام. نحن يعني قد كان الامتحانات التاسع في 2 نوفمبر، لكن قلنا 2 نوفمبر وبعدين تصحيح امتحان تصحيح يلا يدخل فصل ثاني. فقدمنا نحن ب 17 بحيث انه امتحانات تبقى تصحيح على الاقل ليلحق اخواننا الذي في اول ثانوي ان شاء الله في بدايه 11. ايوه ايوه عشان ما تفوتهمش الدروس حرصنا ان تتقدم. وان شاء الله انا متاكد اننا بتمر هذه المسائل ان شاء الله عندما يكون في امتحانات داخليه اللي اسمها امتحانات تاسع، بيكون هناك ايضا قد نرتب ايضا مدارس محدده او تكون هناك توقيت محدد للامتحان ثم ياتي الطلاب الى المدرسه. بنرتب هذه العمليه، هي عام يعني متغير عن اي عام اخر. ايوه عام. ونحن ايضا كلفنا هذه بالنسبه لترتيبات داخليه حتى كل المراحل الذي درس فيها الطلاب اساسي وثانوي ضاعت عليهم دروس في الفصل الثاني. كلفنا التوجيه شعب التوجيه بانه يرتبوا العمليه بانه الدروس الذي لم تؤخذ في الفصل الثاني تعطى بدايه العام في الفصل الاول، يعني قبل الامتحان مش قبل الامتحانات، فصل اول في مش شرط تاسع
كل المراحل. الذي ما درسش فيها الطلاب في الفصل الثاني تعطى أهم الدروس اللي مرتبطة في الفصل، وكله إن شاء الله بيكون ملخص موجود لمدرسين كل المواد إن شاء الله. نحن عملنا على أساس إنه قرار، على أساس إنه اعتماد على درجات الفصل الأول، وعلى يعمل تعديل لترفيع الطلاب. طيب واللي معاه مواد رسوب؟ عملنا معالجة في هذا الجانب. المناهج تغييرها لابد أنه تدخل فيها المحافظات كلها، مش وزارة تعديل، يعني أي تغيير في الوزارة مش عندنا. نحن إذا كان الأمر بيدنا نريد أن تتغير، أنه نحن في بعض المناهج المواد عبارة عن توليفة فقط، فهذا طموحنا إذا استقرت الأمور في عدن وفي على مستوى اليمن يجب أن يكون هناك إعادة نظر في المناهج بشكل عام. يعني السنة هذه ما طبعوش ولا كتاب، ونحن عندنا مخزون ما بيكفيناش كامل، لكن يعني بنغطي اللي نقدر عليه. وأمس كان معنا لقاء مع رئيس الوزراء فقال طلعوا لي ايش الكلفه وايش الاحتياج، وهو على استعداد انه يعمل لنا حل في هذا الجانب، يطبع لنا هذه الكتب ان شاء الله. نحن مشكلتنا ايضا المرتبات هذه مع اسوتنا، بس عندي انا التربيه اكثر عدد، وشكاوي المعلمين كثير، كل يوم انا التليفونات ولا هذا. بعدين اغلب عندي تقريبا 80% كلهم اناث، فأنا أتألم لما تروح مدرسة من مكان لمكان، خلص الراتب هنا وقفت مضرابة. أنا ما الموقف ما يعني يتألم الواحد لما يشوف. وبعدين من بعضهم أمهاتنا وبعضهم يعني كبار في السن، حاولنا نتصل مع البريد، حاولنا نتصل، لكن المشكلة هي عامة إنه ما في سيولة في البلاد، ما في سيولة في البنك المركزي، والبريد مرتبط بالبنك المركزي. والأمس حتى رئيس الوزراء قال يعني كل الفلوس موجودة في صنعاء، يعني ما في شيء. فاليوم هذا نحن أصحابي الآن في المديريات عملوا حل وحدهم، سحبوا المبالغ إلى المديريات وعلى أساس بيوزعوها يدوي، ما عاد بيرجعوش البريد. وإن شاء الله يعني هذه العملية تخفيف عليهم، يعني على المعلم بأنه يستلم الآن لأول مرة يد بيد بعد غيبة طويلة. ورغم أنه هذا اعتبره خطر علينا، جانب أبني مش موجود والفلوس موجودة مش في داخل البريد، نحن بس هي مخاطرة، لكن بالأخير نحن يهم نحن مصلحة الموظف هذا عندنا. طبعا نحن بالنسبة لنا ما تخاطبش الرياض الآن، أنا أخاطب هلو الآن وزير رئيس الوزراء موجود عندنا والتقينا فيه وتفهم لكل القضايا اللي احنا طرحنا له، وأبدأ استعد أنه بحل كل القضايا اللي طرحها. وإن هي مسألة وقت، إن كل المسائل التي نمر على بها سواء كان جانب المرتبات أو الجانب الأمني أو ذا كله إن شاء الله فترة معينة بتنتهي إن شاء الله، ومع الأيام نشعر إنه كل يوم أفضل من اليوم الآخر يعني. لكن نقول إنه يعني إن شاء الله، يعني أنا على يقين الكادر اللي عندي في التربية والتعليم يعني كادر ذات مهنة، مدرب، أهل خبرة وحريص، على أساس أنه يكون هذا العام عام يعني جيد. من بداية العام ساهموا التربويين في إخراج نازحين، ساهموا أيضا في استقبال الطلاب، الغرض ده كله يعني نحن على استعداد أنه يكون هذا العام عام يعني أفضل من اللي فات، وتكون هناك ايضا امكانات موجوده في المدارس احسن من اللي فات. يبقى هنا ولي الامر يجب ان يساعدنا في انه كيف يكون حريص معنا، فانه يدفع بابنائه الى العمليه التعليميه، يساهم معنا ايضا في كيف نحن نعيد تربيه الانفس بالابناء. ابنائنا الان في هذه الفتره غير اللي قبل الحرب، الان يعني النفوس عند ابنائنا تغيرت، يعني نفسية الإنسان الذي كان جاي، نفسية الإنسان اللي سمع انفجارات، نفسية الإنسان الطالب الذي عاش اللي قدامه كان مقتول، اللي كان يعني أمور كانت قزحت على نفسياتهم تغيرت. اللي دخل المعركة الآن يتكلم بثورية ما حد قدر زيه يعني يتكلم. هذه كلها يجب أن ترويضها كلها من أجل أن يكون هناك جيل يعني يقدر مستقبل هذه الأمة، وجيل بيساهم في انعاش
ورفع هذا المستوى هذا المجتمع. فهذا كله بيتطلب تعاون من قبل ولي الأمر، من قبل التربية والتعليم، من قبل المجتمع كله، نساهم جميعا في نحن كيف نربي أبنائنا التربية الصحيحة ونأهلهم التأهيل الصحيح بأن يكون هم قادة المستقبل إن شاء الله بإذن الله. وأنا متفائل جدا أن الأيام القادمة بتكون أيام خير، ومهما يعني كانت المنغصات لكن عندي أمل بالله كبير جدا أنه عدن ستشهد يعني التطور غير عادي إن شاء الله في الوقت القريب العاجل إن شاء الله، لن تأخذ وقت طويل إن شاء الله بإذن الله.